البنك المركزي العماني ينوه كافة شركات الصرافة بضرورة الالتزام بعدم صرف أسعار متفاوتة للريال العماني تجاه الدرهم الإماراتي بعد قيام بعض الشركات بفرض أسعار صرف متفاوتة ومفرطة أحياناً مقارنة بالأسعار السابقة. كشفت وزارة التجارة والصناعة عن الانتهاء من إعداد مشروع مواصفة قياسية عمانية خاصة بالدشداشة العمانية، وهي في مرحلة المراجعة النهائية تمهيدا لإدخالها حيز التنفيذ. تجاوز إنجاز بناء مشروع بالمول مسقط في المعبيلة نسبة 44%، حيث يتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في شهر أغسطس المقبل، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التشطيبات النهائية. حماية المستهلك بالرستاق تضبط 14 سلعة منتهية الصلاحية لدى إحدى المؤسسات التجارية في ولاية المصنعة، وعرضاً مضللاً لسلعتين تضمن خصماً بنسبة 15%.